يعني أنا أعتقد أنت جبت يعني هذا السياق التاريخي للحدث اللي خص المرحوم عبد الكريم قاسم. الله يرحمه. فعلا عبد الكريم قاسم كان يتجول بالليل بين الأحياء والمحلات الفقيرة، وأنا أعرف شخصيا في باب معظم كان عنده موقف مع شخص كان يبيع هذه فشافيش ومحلاق، فشافه بالليل يعني ساعة واحدة هيجي بالصيف. سأل أنت كم طفل عندك كم كذا قد تحصل؟ أكو مرة قاعدة لغاة تبيع شاي اسمها معباس. أنا أحكي لك في فترة كنا نشتغل بفرن في باب العظم، فهي التفاصيل جتنا من الناس اللي عاشوها. يعني نحكي لك مثلا لطيف أو أخوه حميد ويسمونه حميد الأسود. فالمهم أخذهم معي للوزارة باب العظم، كانت الوزارة قريبة، فانطاهم كل واحد 5 دنانير ودزلهم بطانيات وقال له الشتاء جاي، وقال له لك انت مو تروح حميد مو تروح تبيعها باكر بالباب الشرجي بالوقفه. فهاي مثلا من المواقف الظريفه اللي تروى عن عبد الكريم قاسم. السوداني حقيقه لا يرضى بهذا الاستعراض يعني وهذه الصوره الكبيره. سوداني ايضا انت واني نعرفه والناس كلها تعرفه. صحيح. رجل تدرج بالوظيفه، هو ايده نزيهه، تاريخه نزيه، ايده نظيفه، يعني ما مترط بأي قضية، أي ملف فساد ما عليه. وأنا أعتقد هاي 6-7 شهور اللي مرت من تجربته لعلها الأفضل بين كل الرؤساء الوزراء اللي مروا بنا في هذه الفترة تحديدا، يعني 7 شهور وهو يشتغل ويواصل الليل والنهار، وينقلوا لي بعض الأخوة العاملين بالقرب منه أنهم يبدأون العمل من الصبح إلى ساعة متأخرة من الليل، ولاحظ زياراته وسفراته ومتابعته لجميع الملفات حقيقة، متابعة شخصية المدنية منها والعسكرية. نعم. فيما يخص الجانب الأمني، فيما يخص العلاقات الخارجية، الجانب الدورف متراكم ضخم، يعني متراكم سلبي وضخم من 20 سنة. وبالتالي وجود مثلا أحزاب وكتل وتيارات تفرض عليه شروط معينة أو تطالبه بمطالب تعتقد هو استحقاقها الانتخابي أو استحقاقها بالرئاسة، وهو مجبر حقيقة يعني بطريقة أو بأخرى أن ينفذ بعضها أو جزء منها. لهذا الرجل أنا أعتقد غير مأخوذ بهذا الجانب الاستعراضي وتكبير الصورة وغير ذلك. رجل يعني بسيط، ورجل يعني هو أقرب إلى المواطن يعني ذات النفس الشعبي، يعني الروح الشعبية. الروح الشعبية عنده عالية جدا، لا يتعالى ولا يستعرض ولا يدعي ما ليس به.